مباشرة إلى معسكر النادي الأهلي وأنت وحشتنا، وكيف يستعد موسيماني أو استعد للقمة؟ مباراة صعبة ما فيش شك، مباراة على مستوى القمة دايما أهلي زمالك بيبقى ليها طعم مختلف، مهما كانت الأمور، مهما كانت المغريات، مهما كانت اللقاء، حتى زي ما أنت بتقول المباراة في الأسبوع الثالث وبعيدة جدا عن سباق الدوري ولسه بدري قوي، ولكن مهما كان برضو القمة بيكون ليها طابع خاص. دي القمة رقم 123 ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك. النادي الأهلي موسيماني يمكن اتفق مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكورة ان التدريب الاخير يكون بعيد عن ملعب مختار التتش، وبالتالي تم خوض المران على ملعب الاهلي والسلام. كان موجود الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، كان موجود بعض اعضاء مجلس الاداره حرصوا على مسانده الفريق ودعمه. الكابتن محمود الخطيب يعني كان ليه كلمه واحده بس مع اللعيبه، ما خدش دقايق: شدوا حيلكم رجاله، جمهور النادي الاهلي منتظركم ولابد من الفوز. ودي اقل حاجه نقدر نقدمها لجمهور الاهلي. اللعيبه كانت مركزه بشده جدا جدا جدا. المران يعني ما خدش وقت طويل، ولكن كان في بعض النقاط اللي احنا وقفنا فيها، كان مشاركه الشناوي وتعلقه في المران بشكل كويس جدا، وده يدي علامات انه ربما يبدا بيه اللقاء موسيماني. كان موجود كمان حسين الشحات، عمل مران كويس جدا جدا. المران كان فيه بعض الجمل الفنيه لموسيماني واضح انه حريص انه يطبقها، واصر ان المران يبقى في ملعب الاهلي ويا السلام علشان يبقى بعيد عن ملعب مختار التتش وبعيد عن اعين الصحفيين او بعيد عن اعين اي حد بيتابع مران النادي الاهلي في الفترات الماضيه. كان في جانب بدني طبعا مع كابيلو رانجواجا، وبعد كده بيتسو موسيماني كان عامل تقسيمه صغيره ما خدتش وقت طويل. والجديد شويه انه كان عامل فقره للتدريبات على الضربات الثابته من كل المناطق المحيطة تقريبا بالمرمى، ويمكن دي خدت وقت طويل. وكمان الفريق اتمرن على ضربات الجزاء حمد الشناوي تألق فيها ويمكن شال أكثر من كورة. فيعني مران النادي الأهلي كان شامل، واضح إن موسيماني مع ال 22 لاعب اللي دخلوا معسكر مغلق يعني بالأمس في حالة تركيز، ودي حاجة كويسة جدا. كابتن سيد عبد الحفيظ كمان كان مقتنع مع اللعيبة في فندق الإقامة قبل المحاضرة الفنية اللي عملها موسيماني مع اللعيبة في الفندق، الروح حلوة، التركيز عالي، الصفقات الجديدة دخلت الأجواء في المباراتين الماضيتين، فإن شاء الله نشوف مباراة مميزة. يعني يمكن قائمة النادي الأهلي خلينا نفكر بيها المتابعين لهذه اللقاء: في حراسة المرمى موجود محمد الشناوي، موجود علي لطفي، موجود مصطفى شوبير، في الدفاع موجود أيمن أشرف، محمد هاني، علي معلول، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، بدر بنون، كريم فؤاد. كان موجود في خط الوسط حمدي فتحي، عمرو السولية، عمار حمدي، احمد عبد القادر اللي ربما يكون مفاجاه اللقاء، ورقه رابحه بيعتمد عليها موسيماني، اليو ديانج اللي بيعود بعد الايقاف، محمد مجدي قفشه، وحسين الشحات، ويعود طاهر، محمد طاهر اللي ما كانش متواجد المباراتين الماضيتين. في الهجوم موجود محمد شريف وحسام حسن وبيرسي تاو ولويس ميكسوني. طبعا موسيماني عنده شويه افكار فنيه بيشتغل عليها. ناس بتتكلم طب يلعب 3 4 3 اللي عملها قدام لقاء الاسماعيلي، ولا يرجع للطريقه التقليديه ويلعب 4 2 3 1. يعني افكار موسيماني بيتحرك فيها، ويمكن الساعات الاخيره ما قبل المعسكر هي اللي هتحسم. لكن ما فيش شك انه بشكل كبير هيبدا بالشناوي في حراسه المرمى. في بعض اللعيبه يعني ما فيش خلاف عليهم، كابتن بدر بنون، ايمن اشرف، ربما يكون في تفكير ان حمدي فتحي كمان يكون موجود. تعبان؟ اتفضل، عندي بنادول ازرق. الف سلامه. اتفضل، حد صاحبي بس. الف سلامه عليك. اتفضل. فالتشكيل يعني زي ما انا بقول لك، يعني الاقرب ومحمد الشناوي في حراسه المرمى. بنتكلم على ان يعني يكون موجود قلبي دفاع بدر دانون وايمن اشرف، على اليمين اكرم توفيق، على اليسار علي معلول، السوليه وديانج. الناس بتتكلم بقى الجناح الايمن والايسر هو اللي هيكون فيهم مفضله مع قفشه، وراس حربه ربما يتم البدء بمحمد شريف. يعني موسيماني ربما يفكر في البدء بمحمد شريف، ويكون معاه بيرسي تاو، وربما يكون معاه يعني يكون عدم الاعتماد على ميكسوني في البدايه. هناك تفكير كمان ان انت تبدا بحمدي فتحي وربما يكون موجود، يعني ثلاثي هجومي ربما يعتمد عليهم موسيماني في هذا اللقاء. فزي ما انا بقول لك يعني بتتكلم في اسم او اثنين، موسيماني لسه بيفاضل ما بينهم. لكن مهم جدا زي ما انا بقول يعني اللعيبه في حاله تركيز شديد جدا. يعني الناس بتتكلم على لعيبه اقر عليها موسيماني، او الناس بتلعب على التشكيل بشكل كبير: الشناوي،
ايمن اشرف، بدر بنون، بنتكلم في علي معلول، بنتكلم في اكرم توفيق، بيرسي تاو وقفشه، ومحمد شريف مهاجما، ومعهم حمدي فتحي. يعني ربما الثلاثي الوسط يكون موسيماني عايز يبدا بثلاثي في منطقه الوسط، وده على حساب مكسوني شويه، ويبقى في لاعب من الوسط عنده حلول هجوميه. كل ده هيتضح في المحاضره الفنيه اللي قبل اللقاء، ولكن من الواضح ان محمد شريف هيبدا اللقاء بشكل اساسي. راجل رجع للتهديف وخد فتره راحه مناسبه، في نفس الوقت ربما بيرسي تاو يكون موجود بشكل اساسي، مكسوني ممكن يكون على دكه البدلاء. يعني كل ده في يعني في دماغ موسيماني بيتحرك فيه. موسيماني النهارده برضه من ضمن الكلام مع اللعيبه كان بيحذر من الهجمات المرتده، بيحذر من المساحات اللي خلف سواء الظهير الايمن او الظهير الايسر، كان بيتكلم في الكرات العرضيه على التغطيه العكسيه، حمدي فتحي يرجع يغطي دوره هنا او هنا ويساند هنا وهنا. يعني راجل كان بيتكلم معاهم كمان على التغطيه الدفاعيه بشكل كويس، وتركيز من بدايه اللقاء من عدم الاهلي المعسكر زي ما انا بقول، حاله هدوء تام. كابتن طارق عبد الحفيظ طالب اللعيبه تماما بالبعد عن السوشيال ميديا، قافلين موبايلاتهم، مركزين تركيز شديد. اللعيبه المستبعدين يمكن ادوا المران في ملعب مختار التتش وليد سليمان، كهربا النهارده قدم، كان موجود في المران المستبعدين في التتش علشان الناس اللي بتتكلم في الموضوع ده، وربما كمان يكون الناس دي كلها موجوده بتحضر اللقاء من ملعب المباراه. فيعني حاله تركيز شديده في المعسكر، في مخاوف زي ما انت قلت كده من طاقم التحكيم وارد. يعني محمد عادل نتمنى له التوفيق مع احمد حسام طه مساعد اول، ويوسف البساطي مساعد ثاني، احمد الغندور على الفار يعني خير ان شاء الله ربنا يوفقه ويبقى امر كويس. تاني هل هالمساعد احتياطي زي ما انت اتكلمت في الموضوع ده علامه استفهام شويه، ولكن في كل حال من الاحوال نتمنى بامانه ان المباراه تليق بكونها مباراه قمه ما بين النادي الاهلي والزمالك، علشان الامور يعني الناس للاسف مش هتاخد ثقه في التحكيم غير لما يلاقوا مدلول على ده، واعتقد مباراه زي دي هتبقى اكبر دليل. يعني فان شاء الله باذن الله اتمنى لطاقم التحكيم التوفيق باذن الله. طيب برضه يعني في اي امور خاصه بالتنظيم؟ هي المباراه مباراه الاهلي ولا الزمالك؟ المباراه يعني عشان تبقى برضه الناس كتير اتكلمت في الموضوع ده، وللاسف كانت يعني مش عايز اقول محل لغط، ولكن هي المباراه هي مباراه الزمالك، لان يعني طالما جدول اعلن واتعمل القرعه اسم الزمالك بيبقى الاول، فهي مباراه الزمالك. يعني التنظيم طبعا اتحاد الكوره مسؤول عنه، في شركه امن حضرتك تعلم ان هي المسؤوله عن تنظيم مثل هذه المباريات، ولكن طبعا في تنسيق مع اتحاد الكوره، مع شركه الامن التابعه لاتحاد الكوره، مع برضو ايضا كمان المسؤولين عن الامن في نادي الزمالك. يعني نتمنى ان شاء الله التنظيم ما يكونش فيه مشاكل، لان انا عارف انت بتسال سؤالك لان في مدلولات وناس بتتكلم عن حضور الجماهير باعداد يعني اكتر شويه من المعلن عنه، ولكن في النهايه نتمنى باذن الله ان الامور ما تكونش يكون يعني زي ما هم قالوا مباراه وروح رياضيه وناس كتير اتكلمت في الموضوع ده. نتمنى بقى ان يكون ده الموضوع فعلا من بدايه للنهايه ايا كانت النتيجه. اشكرك شكرا جزيلا ابو حميد على هذه التغطيه، ولكن في سؤالين قبل ما نسيبك. الناس بتقول لك يعني طبعا عايزين ياخدوا رايك في كهربا واستبعاده، وهل هناك معلومات؟ لان ناس كتيره قالت لك حاجه، انت عارف ان احنا بنتكلم بصراحه هنا، قال لك ده تعليمات عليا وربما يكون فيها شق امني على كم يعملش اثاره للجماهير. لا 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 بالعكس، ده كهربا ممكن يكون حاضر المباراه بكره من المدرجات. لا لا بالعكس مفيش حاجه من دي خالص، واللي عايز اعيد واكد علاقه كهربا بموسيماني حلوه جدا، لكن للاسف في ناس عرفت تدخل تصطف الماء العاكر وشغاله في الموضوع ده وهتشتغل في الموضوع ده، وربما ضرت النفع. يعني ربما يكون استبعاد كهرباء يعني يكون مدلوله او يكون ايجابياته اكتر من سلبياته، ولكن كهرباء لاعب كبير مركز ما بيتكلمش، قافل يعني موبايلاته تماما وانت عادم ده ومركز مع النادي الاهلي. فمرن النهارده مران المستبعدين كان موجود، ما فيش مشكله خالص مع اللعيبه اللي خرجوا من القايمه، فكهرباء هتلاقيه موجود في قائمه النادي الاهلي ثق تماما ما بعد مباراه الزمالك، وعلاقته كويسه بموسيماني ومعتاد عبد الحفيظ وكل اللعيبه. يعني الناس اللي بتتكلم في الموضوع ده شويه هو بقى ماده خصبه ان الناس تتكلم فيها، ولكن يعني خلينا نوضح ان العلاقه ما بين كهرباء وموسيماني علاقه مميزه جدا جدا جدا.